ما يغيبش عن حد حال وزارة الصحة السيء جدا، وحال مستشفيات الحكومة اللي أصبحت خرابات وأصبحت أماكن للقتل بدل ما تكون أماكن للعلاج، ما بتقدمش أي خدمة صحية للمرضى لائقة بيهم. عشان كده أول مطلب هركز عليه في البرنامج بتاعي هو رفع ميزانية الصحة لحد أدنى 15% من الموازنة العامة للدولة. أنا ما اخترعتش المطلب ده، المطلب ده مصر وقعت سنة 2001 على اتفاقية أبوجا اللي بتنص إن ميزانية الصحة في الدول الموقعة عليها ما تقلش عن 15%. ميزانية الصحة في مصر للأسف مش 15% ولا حتى 10% ولا حتى 7%، ميزانية الصحة في مصر هي 3.8% من الموازنة العامة للدولة، ونتيجة كده مستشفيات وزارة الصحة أصبحت بالشكل السيء اللي هي موجودة عليه، وأصبحت أقرب منها خرابات أكتر منها مستشفيات. المرضى بتموت فيها لأنها مش لاقية سرير عناية مركزة، لأنها مش لاقية حضانة، لأنها مش لاقية أدوية، لأنها مش لاقية مستلزمات. كلنا نفتكر وقت قطر أسيوط لما حصلت الحادثة وكم المرضى اللي ماتوا لأنهم مش لاقيين أمبولات السجن بايكارا، اللي هي أمبولات في حقيقة الأمر رخيصة جدا، ولكن لأن مفيش أي اهتمام من الدولة بالمرضى ولا بالمواطنين فكانت مش موجودة وقتها وناس كتيرة ماتت. المطلب التاني اللي أنا هركز عليه هو تحقيق الكادر المالي والإداري للفريق الطبي. والكادر المالي والإداري للفريق الطبي ده مش رفاهية أو ميزة للأطباء، لا ده هو خطوة من خطوات تحسين منظومة الصحة في مصر، لأن الطبيب دلوقتي شغال في النظام الحالي بنظام الصخرة. الطبيب بيطلع من المستشفى الحكومة للمستشفى الخاص، الدكتور بيكون مرهق، الدكتور بيكون بيستنزف مجهوده عشان يقدر يعيش. دخل الطبيب حديث التخرج بالحوافز بالبدلات بكل حاجة ما بيزيدش من 800 إلى 900 جنيه بأقصى حد، وده طبعا مش دخل ممكن يعيش أي حد حياة كريمة. عشان كده لما بنقول كادر مالي للأطباء فإحنا بنقصد إن الدكتور ياخد أجر يخليه يقدر يتفرغ إن هو يقدم خدمة صحية مميزة للمريض، والدكتور ده ما يكونش بيتعامل بشكل يكون فيه استغلال ليه أو بشكل سخرة ليه. النقطة اللي عايز أركز عليها إن منظومة الصحة بالشكل ده هي بتخدم رجال الأعمال، بتخدم الدكاترة الكبار اللي عندهم مستشفيات خاصة، وفي جزء منهم هو المسيطر على منظومة الصحة في مصر، وهم في جزء منهم هم عباره عن مسؤولين في وزاره الصحه، لان المستشفيات بوضعها الحالي بيخدم الناس دي، بيخلي المريض بدل ما يتعالج في مستشفى الحكومه او مستشفى وزاره الصحه بيضطر يروح للمستشفى الخاصه او المستشفى الاستثماري بتاعت المسؤولين دولت عشان ياخد خدمه صحيه كويسه، ويخلي الدكتور اللي هو مش قادر ياخد دخل كويس من وزاره الصحه بيضطر يخليه يروح برده بتراب الفلوس بدخل ضعيف جدا عشان يشتغل في المستشفى الاستثماري دي. فوضع او بقاء الوضع كما هو عليه هو الخدمة مصالح رجال الاعمال والخدمة المستثمرين اللي هم بيستثمروا في الصحة على حساب المواطن، وده بينبثق ان الوضع اصلا في البلد وضع غير انساني، وسياسات النظام وسياسات الدولة هي ضد المريض وضد المواطن والصالح رجال الاعمال والطبقة الحاكمة. المطلب الثالث اللي عايز اركز عليه هو تأمين المستشفيات، وتأمين المستشفيات في حقيقة الامر مش هيحصل بالداخلية ولا بالجيش، لا قبلهم هيحصل لما الدكتور يقدم خدمة صحية جيدة للمريض، وده مش هيحصل غير لما الدولة تهتم بمنظومة الصحة وترفع ميزانية الصحة وتحسن دخل الطبيب عشان وقتها الدكتور يقدر يقدم خدمة لائقة تخلي المريض ما يعتديش عليه. في حقيقة الأمر معظم اللي بيعتدوا على الأطباء ما همش بلطجية، لا ناس عايزة تاخد خدمة صحية بتفاجئ إن الخدمة الصحية سيئة جدا فبيعتدوا على الطبيب. تأمين المستشفيات هيتم من خلال المطلبين الاولانيين، ان احنا نرفع ميزانيه الصحه وان احنا ندي للدكاتره اجر كويس فالدكتور يقدر يقدم خدمه كويسه ولائقه للمريض تخلي المريض ما يعتديش على الدكتور. في حقيقه الامر معظم اللي بيعتدوا على الدكاتره ده بيحصل نتيجه فهم خاطئ، المريض بيظن ان الدكتور ما بيقدملوش خدمه لائقه او لان الدكتور مش مهتم او لان الدكتور عنده اماكن في العنايه بس مش عارف يديها له او عنده مستلزمات بس مش عارف يديها له، لا الدكتور الخدمه اللي بيقدمها بتكون مش لائقه، وده اللي بيخلي المريض يعتدي عليه لان فعلا الدكتور ما عندوش خدمه احسن من كده يقدمها للمريض، لان الدوله مش مهتمه بالمريض، ما بتوفرش للدكتور مستلزمات. فعشان الاعتداءات على المستشفيات تقل لازم الخدمه الصحيه اللائقه، الخدمه الصحيه المقدمه للمريض تكون لائقه، وده مش هيحصل غير بتغيير السياسات العامه للدوله. ده مش هيحصل غير ان احنا كاطباء لازم نتحد ولازم نكمل النضال والكفاح اللي بداناه، عملنا اضراب في 2011 وعملنا اضراب تاني في 2012 اللي بدا من اول اكتوبر واستمر ل 82 يوم، لازم نكمل بالشكل ده، لازم يكون في المستشفيات نقابات مستقله والجان نشكلها عشان نقدر نكافح ونناضل وناخد حقنا.